ننتقل إلى زميلة ماري سالم، تطلعنا على أسواق الخليج أو التحركات الأساسية التي نراها اليوم في الأسواق الخليجية سيما الأسواق الإماراتية. ماري، صباح الخير نور. يعني فعلا مثل ما ذكرت بالمقدمه انه في عنا كثير اداء عرضي مؤخرا بقلب الاسواق الخليجيه وحتبقى مستمره لانه صار في عنا نوع من يعني تمييز بالنسبه للاسواق الخليجيه فيما يتعلق بالاسواق العالميه، يعني ما عم نلاقي بقى نفس التفاعل او الكورليشن بين هذه الاسواق، فبالتالي وقت اللي عم بيكون في عنا قلق بالاسواق العالميه مش عم بينعكس بشكل جدا سلبي بقلب الاسواق الخليجيه، انه عم نلاقي نوع من تداولات حذره بقلب الاسواق. اليوم عنا نوع من استقرار اذا بدنا نقول او اتجاه ميل للايجابيه بالاسواق الاماراتيه والسوق القطري، تراجعات على المؤشر الكويتي مثل ما ذكر محمد، ولكن الملفت يلي عم نشوفه حاليا انه الارتفاعات اللي عم يسجلها قطر للالومنيوم 3.13% ببدايه التداولات اليوم رغم التراجعات اللي شدناها باخر جلسه على الكوموديتيز تبع الالومنيوم، يعني عم نشوف نوع من شراء، عمليات شراء عم بتصير بقلب الاسواق على هذه المستويات يلي هي نوع من إيجابية بالنسبة للأسواق رغم أنه عم بيكون الأداء عرضي، لأنه بس يكون في عنا فترة من الزمن يكون الأداء بنفس الوتيرة بتستقطب فيها المشترين لأنه خلص ببطل في عندهم قلق من تراجعات قوية بقلب المؤشرات. ذكرت طبيعة الحال الأسواق الإماراتية غولف نافيجيشن، في عنا بالسوق بأبو ظبي، في عنا يعني أبرز الأسماء مالتبلاي، للغاز، الفا ضبيه، هن اللي عم بيدعموا المؤشرات صعودا. انتم حتذكروا تفاصيل اكثر اكيد على جولف نافيجيشن اللي حكينا عنها الاسبوع الماضي على تخفيض راس المال. عدا عن هيك يعني الاخبار بتبقى مرتبطه فقط. لا معلش ذكرينا فيها ماري. ماري ذكرينا فيها معلش. انا اليوم على فكره انا اليوم اساسا كنت عم بفكر بموضوع الجولف نافيجيشن، حاولت ابحث عن الفكره اللي ذكرتيها المره الماضيه وتذكرتك لما كنت حكيت لنا في قصة على السهم هذا بس ما وجدتها. بسيطة محمد، يعني الشركة كان في عندها خسائر متراكمة تقريبا بتوصل ل 50% من راس المال، تحديدا 52%. الأسبوع الماضي توافق على تخفيض راس المال ب 50%، 50% شفناها انعكست، يعني تم التسعير تبعها، ارتفع سعر السهم باي ديفولت، يعني عمل تعديل على 3 دراهم، واليوم من بعد هذه التعديلات صرنا عم نشوف إقبال من قبل المستثمرين على السهم، لأنه مجرد إنه شطبنا الخسائر المتراكمة نحن دخلنا بربحية الشركة، والشركة كانت مؤخرا بالربع الأول أعلنت عن الأرباح تبعها تقريبا بحدود 13 مليون، يلي هي سابقة السنة الماضية كانت 1.8 مليون، يلي هي بالنسبة للمستثمرين أنه مع تعديل النظام الداخلي للسماح للشركة بتوزيع أرباح وديفيدنز للمستثمرين، هيدي يعني دخول بشركه جديده نهائيا، يعني بطل في عنا قلق من انه يكون في عنا خسائر فيها للشركه، يعني هذا نموذج لشركه متعثره دخلت هلا حاليا بالربحيه وعم نفتح صفحه جديده تنشوف كيف حيكون الاستمرار تبعها، مع حتى انه الشركه كانت عم بتعدل بالديون تبعها، كيفيه الدفع الديون والى اخره، فخلينا نشوف كيف حتستمر الشركه هلا كمان التصريحات والى اخره، تنشوف كيف ممكن يكون الاقبال من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين على السهم. إذن هذا يعني بعد تخفيض بس لنذكر رأس المال ب 50% بعد أن كانت قد وصلت الخسائر المتراكمة إلى قرابة أيضا 50%. هذا طبعا سنكون مع متابعة لهذه القصة وهذا السهم.